يلا اوكي. سو اكسس سبورت اونلي رايت جوين او رايت اوتر جوين لفت جوين والانر جوين اكيد الوير الفل لا جوين لحالة لا ناتشرال جوين لا واليوزنج اكيد لا. فالاكسس سبورت هو للاشياء بس اوكي. هلا بدنا نروح على المايكروسوفت. قبل ما نروح حد عنده اي سؤال بهول اللي حكيناهم هلا؟ حد عنده اي سؤال فيهم؟ ايه دكتور انا عندي سؤال بس. تفضل يلا تفضل. التيبل تيكس اوكي تيبل تيكس شفته. احنا عاملين الاي دي برايمري شيء اكيد 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 بس انه ليه في دوبليكيت؟ احنا قلنا انه البرايمري انا مش عاملين له برايمري عمله برايمري نعمل برايمري صار برايمري صار برايمري اوكي سيف بس ما مكرر الاي دي يعني في دوبليكيشن هون في مكرر الاي دي في دوبليكيشن اي اوكي في دوبليكيشن انا بس كان قصدي هالسؤال اي عامل ايرور صح معك حق مكرر الاي دي وين شفته فرجيني في ايرور هون اوكي حنظهر نو It takes في اي دي متكرر معك حق معك حق اوكي الاي دي هون اوكي ما عملوها برايمري لسبب ماني تو ماني. هلا بالماني تو ماني لحتى كذا ستودنت يمكن ياخذ كذا كورس يعني صح وكذا وواحد كورس تبغى هي ماني تو ماني ريليشن بشابتر 4 حنشوفها اكثر اوكي. ماني تو ماني ريليشن يعني انت عم تسمح من اول تيبل ياخذ يكون له ماني فيلد من تاني تيبل هذا 1 تو ماني. 1 تو ماني اللي حكينا عنه اول مره اول مره باللاب 2 اول اب 1 برايمري كي مع فورين كي. 1 تو ماني هي برايمري كي مع فورين كي هذا 1 تو ماني اجبر برايمري مع برايمري 1 تو 1 اوكي برايمري مع برايمري بتطلع 1 تو 1. هلا مثل حالتنا هون بشرط الفتح حفظت فيها تفصيل ما عملوا برايمري هذا شيء غلط تبي بجاوب لك هذا شيء غلط منه صح كل تيبل لازم يكون فيها برايمري اوكي في غلط بالديزاين هون بس اذا عملوا برايمري يمكن بطل في التلميذ ياخذ كذا كورس اها بنخلق هنيك في شيء اسمه في شيء بيخلق بنخلق اسمه فيرتشوال تيبل ليتر اون حنشوفها ماني ماني تو ماني تيبلز اسمه ماني تو ماني تيبلز بين بين ستودنت ويل تيكس بنخلق تيبل اسمه ماني تو ماني ستودنت تيكس تيبلز فبتكون بين ستودنت والانترميديت تيبل 1 تو ماني وبين التيكس والانترميديت تيبل 1 تو ماني فبتصير 1 تو ماني 1 تو ماني بيطلع ماني تو ماني اوكي ليتر اون بشابتر 5 حناخذها مع ريليشن شيب اوكي. هلا ما تفوت في بس برافو على سؤالك هون اوكي. نحن هلا جيفن داتابيز وعم نعمل كويري عليه اوكي بشابتر 5 لا حنبلش نصنع داتابيز بشابتر 5 و 6 وطلوع خلص تكون بلشته نعمل ديزاين اوكي واكيد تعمل عليهم كويري فبرافو عليك يا خالد انتبهت انه منه برايمري برافو عليك هو يفترض يكون برايمري اوكي مش هيك انا صفنت انا عم بعمل ديجرام انه كيف عمل انترميديت 1 تو ماني صفنت انا عم بعمل ريليشن انا عم بعطيكم تاست صفنت انه غلط مش لازم يعطي مش لازم يعطي 1 تو ماني هيك اوكي صفنت بس بديش اعلق كنت اوكي فبرافو عليك في دوبليكيشن معناتها منه برايمري كي برافو عليك اوكي. ف هلا ما عادش تعمل برايمري كي في داتا بس كون في داتا بالتيبل وفيها دوبليكيشن ما فيك تعمله برايمري كي. اذا عملنا برايمري كي هون ونسيف هيقول لك في دوبليكيشن في دوبليكيت فاليو ان ذا اندكس اوكي ما هذا اندكس يفترض برايمري كي واندكس ما بيخليك يعني خلص صار في داتا صار في داتا امتى بيخليك انت عم تخلق التيبلز انه فاضيين هنو فاضيين بتعمل البرايمريز ما فيك تعمل برايمري كي الا اذا ضامن ما في دوبليكيشن ليحق لك تعمل برايمري اوكي طالما نحن هون في دوبليكيشن ما حينعمل برايمري كي عاده البرايمري كي والفورين كي قبل ما يتعبى التيبلز بنعبيهم قبل ما يتعبى التيبلز لنحفظ الانتجريتي يلي قطشناها باللكتشر كان في شغله باللكتشر وقفنا عليها الكاسكيدنج وغيرها لنحفظ الكونديشن بنعمل الكيز البرايمري والفورين بنعملهم قبل ما نعبي تيبل لانه اذا في دوبليكيشن بوحده منهم ما بيخليك تعمل برايمري مثل هلا او فورين كي ما بيخليك كمان
ما بيخلي. So واضح هون الاكسس؟ فالاكسس سبورت انر جوين، لفت جوين، رايت جوين، اكيد الوير منه سبورت الفل والناتشرال واليوزنج. اوكي، فبدنا نروح على داتابيس ثاني، ركزوا منيح معهم. بدنا نروح على داتابيس ثاني، ركزوا منيح معهم، معلومه جديده عليكم. بدنا نروح على المايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. اوكي اوكي، انتوا هذا اعطيتكم لينك هون، فينا يفوت فوتوا على هذا الفري. هلا نفوت على فري فيرجن، فري اكسبرس، اس كيو ال اكسبرس اسمه فري فيرجن، له ليميتيشن معينه بس الادوكيشنال بيربز، هن عاملين الادوكيشنال بيربز كل الداتابيز اللي عم نشتغل احنا فيها. كيفي قلنا كيفي، بنفوت على هذا الويب سايت، بس فرجيكم اذا بتنزلوه تفوتوا على هذا الويب سايت الفري، هوب مصاري كلهم مصاري. اوكي، مع كلاود هون الازور، هي كلاود عامل عنده مايكروسوفت كلاود ومسمينها ازور. اوكي، في كذا نوع هول مصاري. اوكي، وفي فري كمان نوعين، في نوع ديفلوبر مع فرونت اند، هون مع فرونت اند بس مدفوع على الفرونت اند، الباك اند فري بس فرونت اند الا ليميتيشن ما تدفع. لا، بننزل الاكسبرس يلي هو بس باك اند، هذا باك اند بس. اوكي، ف بنفوت على اللينك، اعطيتكم اياه هي هون هذا اللينك، نختار الفري اكسبرس، تعملوا له داونلود، بياخذ شويه وقت اكيد لانه كبير شوي، تعملوا له داونلود وتعملوا له انستول. اوكي، بس داتابيز الاس كيو ال سيرفر لحاله هيك ما بيشتغل، نزله لحاله هيك ما بيشتغل. اوكي، بده سوفت وير ثاني من المايكروسوفت اكسس، هو السوفت وير تبعه عليه يشتغل. وينه وينه؟ اوكي، يلي اسمه اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو. بنفوت على هذا اللينك هلا باخره، اخر سيت اب، باخر اكسبرس، باخر اخر ستاب قبل الفينش، لما قبل ما كلمه فينش فيها حاطين لك حدا كبسه داونلود اس اس ام ام اس، يعني اللينك اوريدي موجود، يعني قبل ما تعمل فينش في كبسه بيقول لك داونلود اس اس ام اس، تعمل داونلود اس اس ام اس بيجي بياخذك هو على هذا الويب سايت وبتنزله من هون. اوكي، ف حنفوت على اللينك الثاني، يعني الاس كيو مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر بننزل فايلين، الداتابيز نفسها والمانجمنت سوفت وير تبعه. اوكي، فهذا الديفلوبمنت تبعه، فننزل لهون ونقول له داونلود من هون. اوكي، الاس ام اس، فهيدا انا لما نشتغل، لما اشتغل انا اس كيو ال عم بفتح اس كيو ال مانجمنت ستوديو، فهون حينفتح اس كيو ال مانجمنت ستوديو. من جوات اس كيو ال مانجمنت ستوديو بعمل كونكت على الداتابيز ماي اس كيو ال سيرفر، فهيدي السوفت وير او بلاتفورم تنقدر نتحكم بالداتابيز، واضحه؟ فهون في كونكت على الداتابيز، هيدي هي كونكت تو سيرفر، فهذا السوفت وير مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو اجباري ينزل ليشتغل الاس كيو ال سيرفر. فهون بعمل اكسس كونكت على السيرفر. اوكي، اول ما تخلقوا للاكسس، اول ما تفتحوا المانجمنت بيطلب منكم يوزر نيم وباسورد، فيكم تخلون بلانك. اوكي، فيكم تخلون بلانك، انتو كاول مره بتحطوا هيدي ويندوز اوثنتيكيشن واتركوها بلانك واعملوا كونكت بفوت. اوكي، بفوت بس بفوت بلا سكيورتي، بفوت بلا سكيورتي. اوكي، فانتو اول ما تفوتوا بفوت هيك، بفوت بهالطريقه مع هول. انا خلقهم، حارجع اظهر الاكس هون ديسكونكت، ظهرت حارجع اعمل كونكت، حيسالنا عن اليوزر نيم والباسورد. اذا جيت قلت له انا سيرفر نيم اللي نحن هلا فيه هو هذا الكمبيوتر هيك بسمي حاله، اذا في كذا نوع او بروز فور مور، فينا نعمل كونكت على غير داتابيز. حسنات المانجمنت ستوديو مش معناتها الاس كيو ال سيرفر يكون نازل عندي هذا الكمبيوتر، في ما يكون نازل بالكمبيوتر عندي، في يكون نازل عبر النتورك، عبر اللان او الوان او وات ايفر، نازل الاس كيو ال داتابيز بمحل ثاني وبعمل عليه كونكت من هون، بقول له براوز وبفوت بالنتورك سيرفر ريتريفينج داتا، ما في شيء هلا هون لانه كمبيوتر مش موصول على النتورك وفي داتابيز. اوكي، ها بعدين اذا شيء نحضركم فيها، ها بالنتورك. اوكي، في بس
داتابيز انجن بس في هذا. ليه؟ ليه؟ لانه في تولز ثانيه انا ما مشغلها هي براوزنج، في شيء اسمه براوزنج ليتر اون بعدين ما اعلمكم عليه، في شيء اسمه براوزنج لحاله يفتش هيدا، وفي داتابيز اس كيو ال وبحط لي اياهم هون. اوكي هلا انا موقفه لنوع سكيورتي، كمان اكيد لنوع سكيورتي موقفه، بس محطوط على هيك. اوكي فهون في نتورك سيرفر ما في شيء، تفتحها في بس واحد اللي هو هذا الكمبيوتر، بس نشغل سيرفيس اسمها براوزنج للداتابيز اس كيو ال اللي انا موقفه، هي باي ديفولت واقفه. طب باي ديفولت هي واقفه في محل بنشغلها فيه، بيعطيني اذا موصول نتورك بيعطيني كل الداتابيزات بالنتورك اذا في كذا سيرفر اوكي بالشركه كذا، ففي اعمل كونكت على غير وحده. بما انه هي لحالها في نوعين اوثنتيكيشن، ويندوز اوثنتيكيشن يعني باليوزر نيم والباسورد تبع الويندوز انت لما بتفتح الكمبيوتر وعلى طول بتفوت بس منا سكيور، وفي اس كيو ال اوثنتيكيشن لما ننزل اس كيو ال فينا نعمل باسورد، اليوزر نيم هو ستاندر اكونت، اس اي هو ستاندر اكونت، واكيد فينا نخلق يوزر تاني مع باسورد. اوكي انا عامل الاس اي اوريدي هو بيلد ان اكونت ستاندر اكونت موجود، انا عملت له باسورد هون عند هلا كتست 1 2 3 وبعمل كونكت، فات على الداتابيز. اوكي فات على الداتابيز، لاحظوا في اس بلوريال مانجمنت ستوديو نفتح داتابيز فينا يكون عندنا كذا داتابيز. اوكي ف هعمل دروب، وين الدروب؟ تيك اوف لاين، تيك اوف لاين اللي عم بمحيه اعمل له دروب، بس دروب تو في اعمل له دروب، بدي امحي هول اثنين. اوكي بدي امحي هول اثنين واخلق لي كل يوم من جديد، او حنفوت على البي اي يو اوريدي انا التيبل جايبهم لهون اللي بالاكسس، هن جايبهم لهون بالاحرى، هن كانوا كانوا هون اخذتهم على الاكسس. اوكي وفي فيو هون انا عامل فيو هون كمان. اوكي او كوماندز. اوكي ف هرجع عيد، هرجع عيد تيبلز موجودين، هاخد ديزاين هون بس هاخد الكود هون واشتغل عليه ثاني، بس بالفيو هاخد هذا الكود واشتغل عليه كويري هلا بعد شوي. اوكي هنرجع نعيد كيف بخلق كويري، سوري كيف بخلق فيو كويري بالاكس بالاس كيو ال او بالمانجمنت. اوكي بس نعمل نيو كويري. اوكي هعمل بيست للكود، اوكي لهذا الكود او حيلا كود. اوكي بعمل له اكزكيوت، اشتغل الانر جوين، هيدا الانر جوين هي ذاتها تبعت الاكسس، هو ما في فرق عن الاكسس هون والاكسس هن ذاتهم، انر جوين هي ذاتها. اوكي الانر جوين هي ذاتها مثل الوير، بيجي بعمل سيف بياخذني لبرا. اوكي بياخذني لبرات برا على الكمبيوتر. اوكي بياخذني على الكمبيوتر. اوكي فهذا الانر، اوكي انر جوين بتسيف فايل برا، تسيف فايل برا هلا. اوكي تسيف فايل برا اللي هو بس افرجيكم شغله هلا بكون ليه. شو صار؟ اوكي بنفوت على الدوكيمنت SQL inner join، هي بيطلع فايل عادي inner join، دبل كليك عليه بيفتح لحاله مانجمنت وبيعطينا هذا انا كنت عامله يحسب التايم. اوكي هذا غير واحد انا سيفت فوقه، ماشي الحال. اوكي سيفت فوق شيء. اوكي هون بعدين هذا لا بعدين، كنت عم جرب اعمل تايم ديفرنس تايم، هون في كوماند بيعطينا التايم 686 ملي سكند اخذ هذا الكود، هيدا اخذ 686 ملي سكند، اكزكيوت مره ثانيه 657، اكزكيوت مره ثالثه 633، زي ما ملاحظين عم بيتغيروا بالملي سكند سبب الباك جراوند بروسيس اللي عم يشتغلوا بقلب الكمبيوتر عندي. اذا شغلتوا هذا الكود عندكم على الكمبيوتر اسرع يمكن يعطيكم اقل، كمبيوتر ابطا بيعطينا
اكتر من هيك اكيد. اوكي هذا كودز بعدين حناخذهم، بعدين حناخذهم بعدين. اوكي حناخذهم بعدين هون. بس في كان هي اس كيو ال كويري 1 سيفه بعض يمكن، هذا كود تاني. اوكي اني واي هذا اكزكيوت بيعني تاني كود في ايرور هون بالكاستمرز. ماشي اوكي. ف تاخلق انا فيو، اوكي تاخلق فيو نيو فيو. اوكي في علم بايدي هون، شوف بالنيو فيو في طريقتين، في اكتب الكود، في طريقتين، في طريقتين، في اعمل نيو كويري واكتبها انا كرييت فيو وسميها وات ايفر، سميها انر، اسميها انر جوين اوكي او اندرسكور حتى ما يضيع بالكود تبعه، وبحط الكوماند اللي بدي اياه هون. اوكي بحط الكوماند اللي بدي اياه هون، اعطى ايرور هون، اعطى ايرور از از نسينا الاز. اوكي از اوكي كرييت فيو، سمي اسم الفيو سميتها انر اندرسكور، حطيت اندرسكور مشان ما يضيع بالانر جوين بالكود اللي عنده. هو غلط نسمي بريزيرفد كي، غلط نسمي بريزيرفد كي، يعني اصول نسمي اذا بدنا هون question 1 اوكي اندرسكور انر جوين. اوكي بنعمل لها سيف او سوري نعمل لها اكزكيوت، نفذت. اوكي تنفذت، لاحظوا ما عملت كويري بالاكزكيوت، تنفذت قال لك اوريدي اكزيست، ما بيعمل لك كويري، مش مثل الاكسس. بدك تظهر منها وتفوت لهون اللي عملناها اياها هون، بدك تنفذها دبل كليك ما بتتنفذ بالفيو، تعمل لها ايديت توب 1000. شو صار؟ لاحظوا هون عمل كويري فيو جوات فيو، عمل كويري عمل كول للفيو زي ملاحظين فروم هيدي الفيو، هيدي الفيو. فعملنا سيلكت كويري اوكي حشيل انا التوب 1000، بشيل التوب 1000 بخلي ريكوردز قد ما كانوا اكزكيوت برجع هون عم بنفذ كويري لفيو زي ملاحظين هيدي فيو جوات فيو او كويري عامل كولينج للفيو. اوكي هذا ضمن حسنات الفيو، يعني الفيو هي فيها انر جوين اوكي الاوتبوت تبع الانر جوين عم بقول له سيلكت كلهم هون، سيلكت كلهم على الاوتبوت تبع جوين. بالانر جوين بالاكسس سوري بالمايكروسوفت اس كيو ال حط الاي دي هون، حط اكسبريشن 1، حاطط اكسبريشن 1، ممنوع يكون اي دي ايكوال اي دي، ممنوع اثنين فيلدز يكونوا سيم نيم، لازم يكون ديفير. اوكي حط لنا اياها از اكسبريشن 1 اوكي، ممنوع لانه يكون اي دي ايكوال اي دي. فاذا نرجع للكود تبع التحتاني حارجع اظهر من هون، حارجع على الكود تبع هيدا ديزاين، لاحظوا هون هي دي بي او دوت تيكس دوت اي دي از اكسبريشن 1 اوكي. في اكيد اكسبريشن 1 فينا نغيرها، هو لحاله لحاله عملها لحاله عملها از اكسبريشن 1 اوكي. نسميها اللي بدنا اياها تيكس اي دي، لزقتهم ببعض. اوكي نعمل سيف، نظهر ما في ران هون، ما في ران، ما في نفذها هيدي، هيدي فيو عملت لها ديزاين ما بتتنفذ الا بكويري. هذا الفرق بين الاكسس وبين الاس كيو ال، هون ما بتتنفذ لاعمل كويري او لاعمل لها هي نفسها سيلكت توب 1000، فعمل كويري سيلكت اللي بدنا اياه هون فروم هاد الفيو، فهذا عامل ديبندنسي هون زي ملاحظين، عامل دايركت ديبندنسي. فهيدي الالف بنشيلها بنحط الرقم اللي بدنا اياه او بنشيلها التوب ونعمل اكزكيوت مره ثانيه. هون صار في اكزكيوت، عم بعمل اكزكيوت لكويري، عم بعمل لها كول لل للفيو. اوكي فبيعطينا اياه هون تيكس اي دي طلعت. اوكي هذه الانر جوين. هلا الهدف منها هي الفول جوين، الفول هون الفول هي بتنكتب بهالطريقه كلمه فول اوتر جوين سبورت
بالمايكروسوفت اس كيو ال سبورت الفول، اذا عملنا له ران للفول، الران للفول هو edit select top 1000، ما في غيره، ومنشيل التوب 1000 هيك الاس كيو ال، ما في غير الا اذا نكتب بايدنا. اوكي هون بيطلع رقم معين 66 او وات ايفر، حط لي نال. شوف هون النال، شفتوا النال بالاكسس ترك فراغ، الاكسس ترك فراغ. مايكروسوفت اس كيو ال بحط كلمه نال، والماي اس كيو ال كمان بحط كلمه نال، فالمايكروسوفت اس كيو ال سيرفر بحط كلمه نال. اوكي فبدي اجي للكود تبعه للفيو، هون فيو، هون للفيو اسمه فول اوتر جوين، ما فيه هون خلص بده يظهر منه هون. هسه ها مش يعني سيئات الاس كيو ال، بينما بالاكسس ديناميكي اكثر، الاكسس تحسوه اسهل بهالناحيه. هون بدي ارجع للكود اعمل ديزاين فيو، سوري ديزاين، اوكي ديزاين، بدي ارجع للكود. واضحه الفكره؟ هلا في ابن الفيو بطريقتين، عملناها كرييتيف فيو، وفي طريقه ثانيه بيجي على الفيو هون رايت كليك نيو فيو، بيعطينا هون مثل الاكسس ويزرد، بنقي ستودنت الو سامعيني؟ الو 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 حدا سمعني؟ عم بقى يلا ارجع فوت، حفوت فورجي يلا لحظة. اوكي هلا سامعين؟ الو الو ايه سامعينك دكتور. وين عطش؟ راح الانترنت عندي بالبيت شكله. وين عطش؟ وين كنتوا معي؟ وين عطشت معكم؟ امتى عطش؟ هرجع عيد الاخر شيء لحظه، هرجع عيد اللي عملته هون بالفول اوتر، حضرتوها؟ كنتوا شايفينها الفول اوتر؟ كنتوا شايفينها؟ الو انا صراحه قطعت كمان عندي على 10 يعني ما انت اوكي قطعت على 10 عند الكل. اوكي طيب طيب ماشي، هلا قلبت 4G. اوكي اوكي قطشت على الكل، هرجع عيد، هرجع عيد اخر سبارت. الانر جوين كلكم حضرتوها؟ كنتوا مع الانر جوين؟ ايه كنا مع. اوكي كثير منيح. اوكي اوكي هل انر جوين لانه عمل كول فروم فيو، فعملنا سيلكت اللي بدنا اياه فروم مش تيبل، عملنا فروم فيو، قادرين نعمل فروم انذر كويري، فصارت هي سب كويري بالفروم. اذا ترجع لشابتر 3 صارت فروم سيلكت مره جديده، يعني وكانه هرجع عيدكم ثاني بس لكم شوي. اذا فتت على الانر جوين هون وعملت لها ديزاين وجيت اخذت الكود كله كوبي كوبي اوكي، وجيت انا هون حطيته هون حطيته هون، حيعطيني نفس الاوت هون. عملنا كل الفيو، في حال ما بديش اعمل كل الفيو حطيتها بتوين بارنتيزس وعملت بيست لهذا الكود. اوكي فعملت انا سب كويري بالفروم يلي اخذناه بشابتر 3، صارت في سب كويري بالبعض، يفترض ما يعطينا مشاكل في سنتكس وين ببارنتيزس. ممنوع نستعمل بارنتيزس. اوكي بلا بارنتيزس اكزكيوت بالسلكت فينا نستعمل، شو الحكي هذا فروم parentheses، في parentheses تاني يمكن مش محل from لازم شو الحكي inner join اوكي ونسكر parentheses هون نحط semicolon، بس في error بعضهم ما بحقنا نحط inner join جوا، نحط نحن هون كويري تانية بس مش inner join، مش inner join، نحط كويري تانية عادية هون
يكون فيها وير، مش سب سب سب. هون في انر جوين، اوكي، في حط كومنت تاني وكانه عملنا هيك. لما نعمل كول للانر جوين وكانه عملنا هيك، الاوتبوت استعملناه. فبس ما فينا نحط انر جوين جوات الفروم، فروم سيلكت فروم وانر جوين، هيدي من المايكروسوفت اس كيو ال. مع العلم الاكسس بيعملها، هلا حنجرب على الاكسس. الاكسس بياخذها هون، ساعتها حنقول له example، ساعتها بحط where هون select from where. اوكي، ساعتها بحط select from where. حنرجع نعيدها، نقول له top 1000 هذا الانر جوين. اوكي، حيعمل execute للانر جوين، عملها كل الانر جوين. طيب نجي للفول جوين، فول اوتر جوين. اوكي، حنشيل top 1000 ونعمل execute، بيطلعوا كلهم فرقوا الروز. حط لي كلمة null، شايف النال؟ شايفين النال كلكم؟ اوكي، شايفين النال؟ يا دكتور شايف، واضح كثير منيح. طيب انا هلا بدي ابني وحدة از ويزرد مش ككود. ف شيل من هون، بدي اخلق فيو از ويزرد مش از كود. في طريقتين، في الطريقة الأولى نيو كويري نقول له كرييت فيو بسميها از وبحط الكوماند تبعي اللي عملناه قبل شوي. وفي طريقه تانية، رايت كليك على كلمه فيو هون، رايت كليك نيو فيو، بيعطيني مثل الاكسس هون، بقول له ستودنت هي اول لفت وتيكس. كثير مهم كيف تنقون هون، حرجع عيد، كثير مهم مين تنقي قبل مين تنقي الثاني مشان تعرف الاولاني والثاني رايت واللفت، كثير مهم. يعني اذا نقيناه هون وجينا قلبنا التيبلز، الكود تحت ما حيقلب. ستودنت حيكون هو اللفت تيبل، والتيكس حيكون رايت تيبل، ايفن حطينا هذا على اللفت وهذا على الرايت. فكتير مهم الاوردر انتم عم تنقون. حارجع عيد، كتير مهم هون انتبهوا له. نيو فيو، اذا جيت انا هون نقيت تيكس قبل، اوكي، او ستودنت او وات ايفر، نقيت تيكس قبل بعدين ستودنت، بالكوماند صار اللفت تيبل هو تيكس والرايت تيبل هو ستودنت. ايفن لو انا قلبته من هون ما حيأثر شيء، ما بيأثر شيء هون، حيضل الكود تحت التيكس هو اللفت والستودنت هو الرايت. اوكي، والكل الكوماندات علتنا مش هيك عم نعمل، عم نعمل ستودنت قبل، فحتى نلتزم بيفترق بيفرق الرايت واللفت بقلبه، ستودنت اول واحد التيكس ثاني واحد، بس مشان نمشي مع الكتاب. اوكي، فالستودنت هو اللفت تيبل والتيكس هو الرايت تيبل. اوكي، لو قلبته من هون دونت كير، من فوق دونت كير، التنقاية الأولى هي الأساسية، أنتوا عم تنقيهم بالأكسس وهون. فهون حقول له سيلكت أول، حقول له سيلكت أول من هون، سيلكت أول من هون. اوكي، سيلكت أول من هون، سيلكت أول من هون، حيعطيني ايرور هلا. ليه؟ الأي دي أي دي، في اثنين فيلد ايكوال بعض، في اثنين أتريبيوت، في أتريبيوت بالستودنت اسمه أي دي، وأتريبيوت بالتكست اسمه أي دي، حيعطينا ايرور، نحن عم نسجل. هيدا نشوف سيف 3 بيعطينا ايرور. السبب السيم اي دي. فشو بدي اعمل انا هون؟ في نقي انا الفيلدات بايدي، اوكي، او بسميه او بغير اسمه، او شوفوا الاكسس مايكروسوفت اس كيو ال البايخ، بشيل هو بحط ستار، بشيل هو بحط ستار، بعمل سيف، بقول له بقوم بنقيهم كلياتهم، بنقيهم كلياتهم، بحط لي از، تجي الاز لانه الايكواليتي، الايكواليتي هو بغير لها اسمه، هو غير لها اسمه. وضحت؟ وضحت الفكره هون؟ ف بحطها ايد ستار، بحطها بايد ستار، بنقيهم هو كلهم، او بنقي الفيلدات اللي بدي اياها من هون. في شيء الفيلدات اللي ما بدي اياها تنشال من تحت. في نقي هون الفيلدات اللي بدي اياها تنعرض، اوكي؟ بس ما بيشتغل اول واول اذا في اذا في الاي دي ايكوال اي دي. ففي تشتغل اول، طب تشتغل اول مع هيك، اذا نقيتها هيك تشتغل اول ستودنت مع، شلت كلمه الاي دي شلتها بالتيكس حتى ما اعطيتنا ايرور، فينا نعمل هيك ونسيف، اخذها. اوكي، بينما اذا بدي اعملها اول من هون ومن هون، اوكي، وفي نفس الاسم اي دي اي دي، بيعطينا ايرور عليها، بيعطينا ايرور. واضح؟ اذا بدي اياها اول بدي اجي
شيل كل الكود اللي تحت اللي هو حطه، بحط انا بايدي سيلكت اول وبسيف، بحط كل الاتريبيوتس اوكي. والايكواليتي دوبليكيشن فيلد بحط لها از، بغير لها اسمها هو اوكي. وبعمل هلا هون ما في ران، هون مش مثل الاكسس ما في ران، عملنا فيو سميته فيو 3، بدي اعمل له ران، اعمل ريفرش يلا ثانيه، فيو 3 ريفرش لياخذ اوكي، رايت كليك سيلكت توب 1000 وبعمل له اكزكيوت من هون. هذه سالي ديس ادفانتج تبع الاكس تبع سوري ده فيو 3، حعمل له ديزاين. شوفوا شغله هون منيحه، هيدا اللي عملناه نحن انر جوين، بيجي على ريليشن رايت كليك سيلكت اول روز فروم ستودنت، صارت لفت، قلبت لفت اوتر جوين، شفتوها؟ رايت كليك طفيها رجعت انر، رايت كليك سيلكت اول روز فروم تيكس، صارت رايت اوتر جوين. اذا لاحظتوا بدي هون اثنيناتهم ما بشيلها، بعلمهم اثنيناتهم لفت ورايت، صارت فل، صارت فل اوتر، بعلم الاولى والثانيه صارت فل اوتر، هذا بسيف حولتها لفل اوكي. الاس كيو ال سيرفر سبورت الفل، بدي اعمل لها ران، بيجي توب 1000 بشيل ال 1000 وبقول له اكزكيوت اوكي، عامل كول للفيو اللي عملناه نحن اوكي، هي طلعت زائد واحد فينال الفل، فنفذت الفل. واضح؟ واضح لهون؟ حد عنده اي سؤال؟ لا تمام تمام. نجي هلا، عم بيقطش شكله بعض الانترنت انا حاسس، بيجي هلا انا بدي بلش اكتب جوا، هلا ترى الاوتر جوين لحالها سبورت هون هلا انا عم غير، شلت شلت الفل، الاوتر جوين سبورت اس كيو ال سيرفر، بقول لك غلط، ما في منه سبورت، منه سبورت، ف الاوتر جوين لحالها منها سبورت. طيب جوين لحالها سبورت، هيك نعرف اذا سبورت، نسيف حولها انر، لاحظتوا جوين منها سبورت، حولها انر لحاله، حولها انر، اخذها انر جوين، الجوين اخذها انر جوين، فمنها سبورت اوكي. حنرجع لهون، هول سبورت اكيد وكلهم سبورت، اكيد اللي هو سبورت ناتشرال جوين، هات نشوف ناتشرال جوين سبورت او لا. اذا شلت انا كلمه انر حطيت كلمه ناتشرال مع سبيس، هات نشوف سيف مالنا سبورت، لك شو اخذها؟ اخذها ستودنت از ناتشرال، اخذ هذا الناتشرال تبع الستودنت وقلب كل الكود، اذا ملاحظين شوفوا قلب كل الكود، غير كلمه الستودنت للناتشرال، كمان مالنا سبورت. يمكن انتزع هون هلا، يمكن ما يزبط، انتزع هلا هذا الكويري، انتزعت انتزعت اوكي، مالنا سبورت، ما حنسيفها. فرجيني الديزاين، خربها 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 اوكي، حنعملها ريموف، صارت كروس تيبل، شلت الوير وشلت الجوين، صارت كروس جوين. كروس جوين هي ماتريكس هون، هذه جديده عليكم كروس جوين، حارجع عيدها حارجع عيدها، ما اخذته باللكتشر. الفيو ثلاثه حعملها ديليت، الديليت هيك بالطريقه، حاجة اخلق فيو على السريع، ستودنت تيكس اوكي، حط بايدي سيلكت ستار هون وبسيف، فيو ثلاثة رجع وات ايفر، خلصت. انر جوين بيجي انا على ريليشن هون بمحي ريليشن، ريموف ريليشن، شوف شو صار اسمها كروس جوين، كروس جوين صارت كارتيزان برودكت، يعني مثل قلتها كروس جوين فينا نشيلها نحط كم بيناتها، يعني سيلكت هول فروم هول اثنين، حيطلع 600,000 ريكورد. حتى نعمل اكزكيوت ونجرب، اول شيء بسيف سيف، في شيء اسمه كروس جوين، كروس اخذ كل هون مع هو، عمل مالتيبليكيشن، ماتريكس مالتيبليكيشن، كارتيزان برودكت. حنفوت مش مبينه هون، بنسكر الفيو، بنعمل ريفرش
او بعض الاحيان نسكر التابل نعمل ريفرش نرجع نفوت عليها. هل فيو 3 توب 1000 كرمل هيك. شوفوا منيح كرمل هيك في توب حتى ما يصير في انفينيت لوب. في توب هنعمل توب 100000 شو صار هون انسرت اوكي شو صار اوكي عملنا 100000 ريكورد اكزكيوت حصرناها 100000 اخذ وقت ثاني 100000 اوكي عم يعمل كارتيزيان برودكت هون كارتيزيان برودكت. لاحظوا هون الاي دي مش ايكوال هالاي دي هون ضرب اول ستودنت مع كل الكورسات ثاني ستودنت مع كل الكورسات فحيطلع هون 600000 ريكورد ف 100000 تحملها تنشوف قد ايه بيتحمل 100000 تحملها 300000 حلها بسرعه شوفوا قد ايه اسرع الاكسس تلت اربع ثواني 300000. طيب حنفوت للبلاها ها حشيلها كلها 600000 تقريبا الا شوي الا شوي اكزكيوت نشوف الفرق بين الاكسس والاس كيو ال سيرفر. الاس كيو ال سيرفر سوري بالاكسس عملت انفينيت لوب وتلت تنشوف هون سامر 10 ثواني 12 ثانية تنشوف هون 200 ضرب 30000 بيطلع 600000 تلت كمان سبعة وعشرين ثانية بقى ما اعطينا ايرور لهلأ ما اعطى ايرور لهلأ ما اعطى ايرور. في اعمل ستوب سات ما بدي هون في اعمل ستوب للكويري. هذا حسنات الاس كيو ال هو باورفول اكثر من الاكسس. اكسس بتلت هون اذا تلت معكم في نعمل ستوب نوقفها هلا في نعمل كانسل للكويري. هذا حسنات الاس كيو ال سيرفر. بس نشوف 600000 ليه هلا اخذ معناتها كروس صار ماخد دقيقه صار ماخد دقيقه. طب حنعملها ستوب وقف كانسل لاحظته كانسل قد ايه اعطينا 4 مليون 955 الف روز انفينيت لوب راحت هذه راحت انفينيت لوب. ما هي 6 مليون اذا 30 الف ضرب 200 6 مليون هيك بقى بدها شوي اوكي بدها بعد شوي بتخلص اوكي بدها شوي بتخلص يعني اخذ شي دقيقه ونص ليعطينا 6 مليون اوكي. لاحظ انه هون الاس كيو ال تحمل ال 6 مليون بينما الاكسس ما تحمل عمل انفينيت لوب وتلت فسوري مش 600000 لكن 6 مليون معك حق. فهون وصل لل 5 مليون كان بعد في مليون وبيعطينا الريكورد اوكي. هيدا هو الكروس مالتيبليكيشن اوكي اوكي حنظهر ونفوت سيشن تلت يلا حنظهر ونفوت سيشن تلت يلا.